يقول بعد التبول يستمر نزول قطرات من البول، فأقوم باستحلاب الذكر عدة مرات وأقوم بوضع بنضح الماء في ملابس الداخلية وأصلي، هل يلزمني الوضوء لكل صلاة؟ عليك بالاستنجاء تنشيف الذكر، ولا تستعجل بعد التبول، لا تستعجل حتى ينقطع البول وحتى ينشف الذكر، ثم تتوضأ وتصلي. والوسواس لا يأثر عليك، إذا كان هذا وسواس الوسواس اتركه، إذا عملت الاحتياطات استنجيت بعد التبول ونشفت الذكر وانقطع البول ثم توضيت فلا تلتفت للوسواس. أما أنك تستعجل ولا تستبري من البول، هذا هو الذي يسبب عليك هذه الأمور، العجلة. نعم.